في وقت يسود العقل فيه نحتفي بهم ونزهو بما قدموه للعلم وللعالم. هو أبو الحسن بن سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري الشهير بابن يونس المصري، فحل من فحول الفلك والرياضيات في التاريخ الإسلامي. كان والده محدث أو من رواة الحديث، وكان جده الأكبر ابن يونس المصري من أتباع الإمام الشافعي. كان من الناس المهتمين جدا بالفلك، وأخذ يرصد القمر والشمس والكواكب والنجوم، وكان يعمل جداول فلكية تهتم بالرصد الفلكي. العقل كان منهجه، أستاذه الأعظم قبة السماء، وإيمانه ينبع من تلمس آيات الخالق في كل ما يراه ويرصده ويرقبه. كان ابن يونس الجد وهو محدث وعالم جليل يصطحب حفيده ابن يونس الصغير ويتجول حول مدينة الفسطاط، وكان الجد يلاحظ أن حفيده مشغول دائما ومولع بالتطلع إلى السماء وما تحويه من نجوم، وربما كان يتنبأ بأن حفيده يريد أن يطير ليلتحق بتلك النجوم، فكان دائما يقول له: يا بني لا تحلم إلا بما تستطيع أن تحققه. كان الجد يلحظ حفيده في دهشة: ترى ما الذي يجذبه إلى السماء؟ هل فضول طفل أم ومضة عالم فيه كامنة؟ هل يقدر لحفيده أن يصبح واحدا من أولئك الفلكيين العظام؟ ابن يونس المصري فلكي عظيم، لكنه لم تقتصر معارفه على علم الفلك وحده، ولكنه كان أيضا موسيقيا بارعا وشاعرا فحلا. منذ مئات الآلاف من السنين تشكل السماء بنجومها وأفلاكها وكواكبها ألغازا عظمى لدى الإنسان. أن نجم يهوي يعني رحيل إنسان، ومصائر البشر ترتبط منذ مولدهم بأقدار وأبراج النجوم. كم كان عاليا وقتها صوت الخرافة. الحقيقة صراع العلم بالخرافة هو قصة انتصار الإنسان على الخرافة اللي أجلت لفترة طويلة في تاريخ الإنسانية وصول الإنسان إلى امتلاك أداة لكي يصنع الحضارة المعاصرة التي نعيش فيها. الخرافة جوهرها الإيمان المطلق بحواديث. العلم جوهره هو الشك، وإن مفيش مطلقات. في مكتبة والده والتي كانت تضم الكثير من علوم اللغة والدين والتاريخ والفلك، السيدهانت لفراهمير الهندي وأزياج أي جداول فلكية للفزاري والبتاني والخوارزمي وكتاب المجسطي لبطليموس، كان يقرأ ويستوعب، وبداخله كانت تولد ملامح عالم أخذ ممن سبقوه، حيث يتجاوز العلم حدود اللغة والمكان والعقيدة. كان ابن يونس الجد يدرك أن حفيده سوف يكون له شأن كبير إذا ما تفرغ للعلم، وعلى هذا الأساس فإنه قد أوقف عليه قدرا هائلا من ثروته تكفيه مؤونته حتى يتفرغ تماما لطلب
العلم الذي برع فيه ولم يكن يدري ابن يونس الحفيد أن الدنيا لا تعطي دائما فحسب، ولكنها كما تعطي تأخذ، وإنه لابد مما ليس منه بد، وأن القدر سوف يكون له بالمرصاد. وفي مشهد حزين ينتقل جده إلى جوار ربه، وبعدها بعام يحدث زلزال هائل بالفسطاط يدمر المنازل ويهلك البشر، بينهم والد ابن يونس ووالدته وعدد كبير من إخوانه وأقاربه. وإلى حلوان يرحل ابن يونس، وهناك في مرصده الأول يغرق أحزانه في أبحاثه ومشاهداته بعيدا عما كان يحدث في مصر من نهاية وشيكة لدولة بني الإخشيد وارتفاع أصوات سنابك خيل الفواطم. تنسب الدولة الفاطمية إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله وزوج علي بن أبي طالب وأم حفيدي الرسول الحسن والحسين. وهناك دعوة فاطمية استمرت طويلا بعد وفاة سيدنا علي إلى أن تمكن الفاطميين من تأسيس دولتهم في تونس. وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي راحت محاولات الدولة الفاطمية للسيطرة على مصر إلى أن نجحت في نهاية الدولة الإخشيدية مستفيدة من كثير من الظروف غير المواتية، حتى تمكن جوهر الصقلي من دخول مصر سنة 969 مكونا بهذا الشكل قاعدة للخلافة الفاطمية في هذا المكان الذي أصبح فيما بعد هو القاهرة الفاطمية. كانت السماء تجتذب ابن يونس بلمعان نجومها وأسرارها الخافية، وكان الفاطميون يبذلون محاولات مستميتة لاجتذاب أهالي المحروسة. بعد أن استقر المقام للفاطميين في مصر أدراكم أن الشعب المصري شعب يقبل على البهجة وعلى الاحتفال، وعلى هذا الأساس فنحن نلاحظ أن الفاطميين احتفوا بأعياد المصريين واحتفوا بمناسباتهم المختلفة وأقبلوا يمدوا للمصريين في هذه الاحتفالات. ونحن نلاحظ على سبيل المثال أننا نستقبل شهر رمضان بالفوانيس وبأغاني مبهجة زي وحوي يا وحوي، وفي عيد الفطر بطقس شعبي جميل عبارة عن نقش الكحك والقرص. يدرك ابن يونس مبكرا ضرورة ارتباط العلم بهموم الإنسان، ويتساءل ما الهم الأعظم لناس مصر؟ إنه الفيضان، ويحلم بيوم يستطيع فيه أن يحدد موعده بدقة. ابن يونس اهتم بدراسة الفيضان في مصر، وكان من دراسته للفيضان أنه زي ما كانوا الفراعنة بيحددوا في يوم 21/7 من كل عام أن ده بيكون بداية الفيضان، وده بيكون ارتباط وثيق ما بين أن الأرض والشمس ونجم الشعلة اليمانية يكونون التلاتة على استقامة واحدة. ابن يونس تأكد من هذه الظاهرة وعمل ارتباط وثيق ما بينها وما بين الفيضان، عمل تنبؤ بالفترات اللي ممكن يكون فيها ما فيش فيضان اللي يحصل فيها سنوات جفاف. وبحلول العام 975 من الميلاد يتولى حكم مصر الخليفة العزيز بن المعز صديق العلم والعلماء. القاهرة كانت تحتفي بالخليفة الجديد، لكن ابن يونس كان قد توصل لاكتشاف مثير يبلغه لابن زولاق أحد مؤرخي عصره. سيحدث في سماء مصر ظاهرتان فلكيتان أرجو ألا يعتبرهما العامة غضبا من الله عز وجل: كسوف للشمس بعد عامين، أي في عام 977 ميلادية، وخسوف للقمر بعده بعام. ابن يونس من الناس الأوائل اللي قدروا يرصدوا الكسوف، والخسوف ده سنة 978 ميلادية وكان بالقاهرة، ورصد كسوفين للشمس وخسوف للقمر.
ينقل ابن زولاق أنباء ما توصل إليه ابن يونس للخليفة الحاكم الذي يدفعه الفضول والحماس لرصد ما تنبأ به هذا الفلكي الشاب. يلجأ العامة إلى بيوت العبادة حيث تقام الصلوات شفاعة وضراعة واسترحاما وإغاثة أن يزيح الهم ويكشف الكرب وينقذ عباده من هذا الهول الأعظم. خسوف الكسوف ظاهرتين من ظواهر الطبيعة، وحاليا نحن عارفين بتوقيتات منضبطة جدا امتى هتحصل وشكلها قد ايه وحيبقى موجودة فين اكتر الى اخره يعني. لكن كان زمان الناس امام تلك الظواهر الغريبة جدا، ان هم متعودين على ان الشمس بتطلع الصبح وبتروح مع الغروب، وان القمر بيطلع حسب دورته اللي حسبوها اللي هي 28 يوم، دي مسألة منتهيين منها. لكن انه يجي في وقت الاوقات فيجدوا ان هناك كسوف للشمس وكسوف للقمر، دي كان شيء مفزع جدا لهم، والغموض ده كان تفسيره انه لازم يبقى تفسير خرافي. هناك اساطير قديمه تتحدث عن انه الالهه الشريره هي التي تحاول ان تخنق القمر، وانه القمر اثناء عبوره للبحر فإنه حيتان شريرة تحاول أن تخنوه، ويطلعوا من الناس كلهم اللي معاه صفيحة واللي معاه غطا حلة واللي معاه حديد يخبط به في محاولة لإزعاج هذه الآلهة الشريرة حتى تترك القمر في حاله. وأول ما يخلص الخسوف ويبدو القمر منيرا جميلا فإنهم يلقون بنفسهم إلى الترع وإلى النيل. ويرحب ابن يونس برؤية الخليفة ويضيف عليها رغبته في التدريس لنخبة من طلاب العلم في الجامع الأزهر ويوافق الخليفة. الخليفة العزيز بالله كان عاشقا لمستحدثات العصر، مستنيرا يتبع منهج العقل، لذا يكلف ابن يونس ببناء مرصد ضخم في سفح جبل المقطم يحوي من الآلات والأجهزة كل مستحدث. مهما تبدل العالم ينتقل حب الخيول من جيل إلى جيل. إذا لم يكن هناك جواد في العائلة فإن هناك نقصا في شيء جوهري، ويبقى لكل شعب ثقافته الخاصة بالحياة معها. على ظهور الخيول في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. ابن يونس كان من أوائل المسلمين اللي كان اداهم الحاكم في الدولة الفاطمية مكان ينشئ فيه مرصد، وده كان في جبل المقطم ابتدى ينشئ فيه مرصد ويرصد بيه النجوم والكواكب والأقمار. ابن يونس ليه تحديد معين بالنسبة للكواكب السيارة، وكان ليه تحديد لأقدار النجوم لأنه قدر يحدد كل نجم إذا كان لامع أو خافت بطريقة معينة، وقدر يوضع ليهم جداول فلكية. وبعد فترة طويلة من الرصد اللي استخدمه في المرصد دوت اللي هو يعتبر من المراصد الأولى في التاريخ الإسلامي، وأعتقد أنها سابقة للغرب بفترات طويلة،
لأنه يسبق جاليليو بفترة طويلة في الرصد والتتبع النجوم والأقمار والكواكب. كان بناء المرصد حلما كاد يصبح واقعا، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي سفن ابن يونس. يا أهل مصر والقاهرة، رحل عن الدنيا في مدينة بلبيس الخليفة العزيز بالله، ومنذ ذلك النهار يتولى الحكم ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله. يا أهل مصر والقاهرة، ويدعوه الخليفة الحاكم ويكلفه باستكمال مشروع والده الراحل ببناء مرصد ودار للحكمة يضاهيان ما تزهو به بغداد. وينصرف ابن يونس متسائلا، ليس هذا هو الحاكم الذي سمعت الكثير عن غرابة أفعاله؟ الحاكم بأمر الله كان من أكثر خلفاء المسلمين اهتماما بالعلم، وخصوصا علم الفلك أو ما كان يسمى علم النجوم. هنا ينبغي أن ندرك أن هناك فارق كبير بين التنجيم وعلم النجوم أو علم الفلك. فالتنجيم هو الذي نسميه خزعبلات أو نسميه أباطيل مما يأخذ به العامة، أما علم النجوم أو الفلك فهو علم يبحث في حركة الكواكب السيارة والنجوم وفق مقاييس. والحق ينبغي أن يقال إن الحضارة الإسلامية اهتمت اهتماما كبيرا بعلم الفلك. الزمن، ذلك الطلسم الغامض الذي ينساب سنوات وفصولا وأشهرا وأياما، هل يمكن قياسه؟ كان هذا تساؤلا رافق الإنسان منذ بدأ يفكر في معاني الكون ومفرداته، وشاغلا ملحا لابن يونس الذي يتوصل بعد جهد وتجارب عدة لابتكار بندول يحسب إيقاع الزمن بالثواني، ويذهل به الخليفة في افتتاحه لمشروعه الضخم المرصد ودار الحكمة. ابن يونس تأثر بكل الحضارات المحيطة به، وتأثر بالحضارة الفرعونية، وقدر منها انه يعمل البندول. واعتقد انه هو في البندول سبق جاليليو سبق تام في انه يضع تصور للبندول او الرقاص للساعة، ويضع بها التوقيت والطايم او الزمن. يتخذه الحاكم صديقا مقربا، ولكن مع طول سنوات حكمه كان يصدم شعب مصر بأوامره ونواهيه. وبروح العالم المدقق كان ابن يونس عقب كل لقاء معه يتساءل، ترى هل هو مجنون أم حكيم؟ ما يثار حول أحكام الحاكم بأمر الله أو قراراته الغريبة والشاذة أحيانا، فبعضه قد يكون حقيقي والبعض الآخر قد يكون مليء بالمبالغات. لكن طبيعة هذا العصر أيضا بتعرف هذا النوع من الشطحات من الحكام الذين لا مراجع لهم، خصوصا أن الحاكم بأمر الله كخليفة شيعي إسماعيلي هو من وجهة نظر أتباعه معصوم من الخطأ، لا يراجعه أحد. طبعا من الأحكام الشهيرة اللي بتثور حول شخص حول الحاكم بأمر الله واللي بتثير السخرية من شخصيته أو الاستنكار لأفعاله، أمور زي قراره مثلا بإغلاق المحال التجارية في الصباح وفتحها في المساء، أو منع صناعة أحذية النساء أو الشباشب للنساء لمنع خروجهم من بيوتهم، أو القرار اللي دايما بيرتبط باسم الحاكم بأمر الله أنه حرم أكل الملوخية. ودي طبعا كلها أمور قد يكون فيها بعض المبالغة، لكن مما لا شك فيه أن فيها قدر من الحقيقة.
جامع الحاكم. أحيانا كان ابن يونس يراقب المسجد الذي بدأ في بنائه الخليفة العزيز بالله عام 380 من الهجرة الموافقة لعام 990 من الميلاد، وأتمه ابن الحاكم بأمر الله وافتتحه للصلاة عام 403 من الهجرة الموافقة لعام 1012 من الميلاد. ويتساءل: ترى بما يتذكر الناس ذلك الحاكم بعد وفاته؟ باهتمامه بالعلم والعلماء، أم جذوده العقلي، أم هذا المسجد الضخم؟ اللي بيقرأ تاريخ الحاكم بأمر الله وبيتعرض للنقاش الدائر، هل كان مجنونا أم كان حكيما؟ فكلمة مجنون بالمناسبة تدل على التجاوز، تدل على أنه كان مختلف عن اللي موجودين في عصره. وبالتالي الإجابة على هذا السؤال، أنا متصور أنه كان فنان متجاوز بيأتي ببعض التصرفات والأفعال التي تصدم المناخ السائد الشديد المحافظة في ذلك الوقت. ليلة العام 1001 قبل وفاة الحاكم ب21 عاما، ليلة تتوقف فيها أنفاس البشر، ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع. عندما بدأت الألفية الثانية اللي هي سنة 1001، ده كان بداية قرون هيحصل فيها تغيرات أساسية في الفكر الإنساني ويبتدي يتغير وقتها، لأن كان مسيطرة الكنيسة ومسيطر الفكر الديني، فعملوا بالحسابات قالوا ده احنا مع بداية العام الجديد للألفية الجديدة هتقوم ليوم القيامة. وبالتالي الإنسانية مشكلتها انه زي ما يكون احنا مخلوقين لكي نستمتع ونستطعم الخرافة ونعيش فيها، لانه العلم بيقدم لنا حقائق صادمة. لحظة فارقة في الزمن، لكنها ومضة في حركة الكون يرصدها ابن يونس ويتوصل بعدها لإنجازه الضخم، الزيج الحاكمي الكبير الذي يحدد فيه بدقة مواقيت الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها. الزيج الحاكمي هو 81 فصل وترجمت منه كثير من الفصول إلى اللغات الأجنبية، واعتمد عليه اعتماد كلي وجزئي في بعض الأوقات لاستخدام الزيج الحاكمي ككتاب بيوضح أقدار النجوم وبيوضح أماكن ومواقع النجوم والكواكب في هذا الشيء. الشمس والقمر أخذ منه جزء كبير من رصد لكسوف وخسوف وتوضيح أوائل الشهور العربية ومن حركة القمر حوالين الأرض وحركة الأرض حوالين الشمس. وكان من أجمل الأشياء اللي عملها ابن يونس انه قدر يضع ميل دائرة البروج بدقة لم تتغير الا في اواخر القرن العشرين وبدرجة بسيطة جدا تصل الى جزء من الكسر من الدرجة. العام 57 من عمر ابن يونس، ينخفض النهر، تحل اشباح الجفاف وظلال الجوع والعطش، وتعلو صرخات الناس باليأس، ويثور الحاكم لعجزه عن مواجهة الكارثة. شخص واحد كان يمتلئ بالتفاؤل وهو يرقب السماء. يبشر ابن يونس الخليفة بقرب حدوث الفيضان وانكشاف الغمة لبدء ظهور نجم الشعرى اليمانية. يبزغ النجم في موعده، لكن الفيضان لا يأتي، ويكاد ينهار ابن يونس متسائلا لماذا؟ في ضوء معطيات عصره لم يخطئ عالم الفلك المصري، إذ كان لفيضان النهر غوامضه وأسراره الدفينة هناك في أقصى جنوب الجنوب.
في سكون القاهرة الفاطمية كان يسترجع حياته بما فيها من لحظات زهو وإخفاق. يحظى بتقدير العالم الذي يكشف فضله على علوم الفلك وإسهاماته التي لا تنكر في علوم الرياضيات، وتكريما له واعترافا بفضله على علوم الفلك يطلق اسمه على أحد مناطق القمر الذي كان ابن يونس يرقبه من مرصده كل ليلة حالما متأملا مفكرا. ابن يونس عالم وهب حياته للعلم وحده، ولا يزال اسمه هناك يضيء كل ليلة في الكون الفسيح.